بيان مشترك حول اللقاء السياسي بين الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. التقى وفد الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل برئاسة السيد جعفر المرغني نائب رئيس الحزب مع وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال برئاسة القائد عبد العزيز آدم الحلو بجوبا عاصمة جنوب السودان في الفترة من 30 مارس إلى 1 أبريل 2021. وجاء اللقاء امتدادا للقاء السابق الذي جرى بين الطرفين في القاهرة والذي تم فيه التوقيع على الإعلان السياسي المشترك إعلان دعم قضايا السلام والوحدة الطوعية بتاريخ 29 يناير 2020 حيث أكد الطرفان على أهمية مواصلة النهج التاريخي الذي انتهجه الطرفين لمعالجة قضايا البلاد منذ العام 1988 بمبادرة السلام السودانية. كما ناقش الطرفان العديد من القضايا الوطنية وقضايا السلام والتحول الديمقراطي في البلاد وكيفية الانتقال إلى رحاب الديمقراطية والحكم الراشد في إطار وطن يسع الجميع. بعد حوار عميق وجدي ناقش جميع القضايا بموضوعية بناءة على واقع البلاد وظروفها الآنية اتفق الطرفان ووصلا إلى التفاهمات التالية: 1- إن السلام الشامل والعادل يجب أن يخاطب جذور الأزمة السودانية، وهذا يتطلب إرادة سياسية وروح وطنية وتقديم التنازلات لمصلحة الوطن وتحقيق الوحدة والاستقرار. 2- دعم اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وحكومة الفترة الانتقالية لجمهورية السودان بتاريخ 28 مارس 2021 والذي غضى بقيام دولة مدنية ديمقراطية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني، وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والجهوية والدين عن الدولة، وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا، وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية على أن تضمن أو تضمن هذه المبادئ في الدستور الدائم 3- إقرار لا مركزية الدولة والتأمين على أهمية مشاركة المواطنين في حقهم في الإدارة والاستفادة من مواردهم في مستويات الحكم المختلفة دون تمييز، ومعالجة الفوارق النوعية مع مراعاة التمييز الإيجابي لمناطق الحرب والتهميش والبعد عن المركز بنسبة عادلة للأقاليم والثروات القومية التي تنتجها. 4- التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحقيق العدالة وترسيخها وتوطيد التعافي المجتمعي وجبر الضرر ورد المظالم ومحاسبة الجناة عبر العدالة الانتقالية. التأكيد على مهنية القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى وإعادة بنائها وهيكلتها بعقيدة قتالية جديدة بما يعكس التنوع الإقليمي والإثني والثقافي والديني والنوعي، وتكون مهمتها الرئيسية حماية البلاد والدستور. 6- توقيع بروتوكولات تعاون مشترك. 7-
تكوين لجنة مشتركة عليا لمتابعة البرامج المتفق عليها عبر وفد ووضع برنامج عمل مرحلي ومستقبلي يواكب الأحداث المتجددة ويبشر بالمبادئ الأساسية التي تؤسس لبناء الدولة الوطنية الحديثة. 8. في الختام، حي الحضور نضالات الشعب السوداني بمختلف مكوناته، وتوجهوا بالشكر لقيادة دولة جنوب السودان وفخامة الرئيس سيلفا كير مايارديت لاستضافتهم لفعاليات الورشة المشتركة، وجميع من أسهم في تطوير نقاشاتها بهدف توحيد الرؤى والأهداف المشتركة. وقع الطرفان على هذا البيان في اليوم الخميس الموافق 1 أبريل 2021. سيتم الآن أمامكم التوقيع على بعض مذكرات التفاهم مع المكونات المختلفة التي تتيح مجالا للعمل المشترك التحالفي الذي يفضي إلى أمين لصياغة مستقبل السودان. ونبدأ بتوقيع مذكرة التفاهم بين الحركة الشعبية أو منظمات المجتمع المدني في الحركة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني في الاتحاد الديمقراطي. الآن ممثلا الشباب من الطرفين، والآن فرصة توقيع الكنداكات ستات الكل، والأستاذة الرفيقة أماني على الحركة الشعبية للتحرير السوداني. كانت الوحدة في ذلك الزمان في السودان مهددة بوصول الجبهة الإسلامية في 89 وبداية ممارسة القهر السياسي والعنف الديني وكل السياسات التي أودت بنا إلى ما نحن فيه الآن. لكم التحية والتقدير، وباسم الحزب الاتحاد الديمقراطي ونيابة عن قيادته السيد محمد عثمان المرغني وفي حضور القامة السيد جعفر الصادق المرغني، أسجي لكم التحية والتقدير ونشكر لكم جميعا اهتمامكم وحرصكم، خاصة الإخوة في الإعلام والصحافة. وأتشرف أن أكون أتحدث في هذا المحفل الجميل بعد توقيع 3 بروتوكولات وبعد حوار سياسي عميق استمر لثلاثة أيام بيننا وبين الحركة الشعبية، وأتى في توقيت إعلام مبادئ بين الحركة الشعبية لتحرير السودان و دولة وفخامة الرئيس عبد الفتاح برهان رئيس مجلس السيادة حول إعلام مبادئ. أفتكر كانت خطوة إيجابية جبارة جدا وشفافة، وعبرت عن مدى تفهم الطرفين لما تحتاج إليه الدولة تحتاج إليه الشعب السوداني. وأنا بفتكر اتخاذ هذا القرار وتوقيع
مجلس السيادة برئيسه السيد البرهان، وافتكر ان دي برضو خطوة جبارة يشكر عليها الفريق برهان وتشكر عليها الحكومة الانتقالية، وتشكر شجاعة الرئيس برهان على ابتكار وتقدم خطوة للأمان في الوصول لحلول لجذور الأزمة السودانية. نحن في الحزب الاتحادي الديمقراطي نحرص دوماً على التواصل مع الحركة الشعبية ولتعميق العلاقة وللتوطيدة وللوصول لحلول تعبر حقيقة عن حل المشكلة حل حقيقي. أنا لا أود أن أطيل، لكن البيانات التي طلعت تعبر عن واقع الذي وصلنا إليه وعن واقع الخطوات العملية التي عملناها، وأن الشباب والمرأة والشؤون الإنسانية، أفتكر نحن خاطبنا الثلاثة محاور أساسية التي تعبر عن الشعب السوداني في قطاعاته الحية. وعندما نتحدث عن الحركة الشعبية والاتحاد الديمقراطي نتحدث عن السودان الجديد بكل مضامينه بتحالف حقيقي مبدئي، نتحدث عن فهم متقدم جدا للأزمة السودانية وللحلول الموضوعية وللالتزام وللمصداقية وللأمانة وللخطوة للأمان بكل سطح. وهذا ديدننا مع الحركة الشعبية، وده نتاج لتاريخ طويل نحن بنجدد فيه كل يوم، ونتمنى المرحلة الجاية يكون اجتماعنا في جنينة السيد علي وفي جنينة وفي كاودة وفي بور سودان وفي كل بقاع السودان. وفدنا من الحزب الاتحادي الديمقراطي الشارك في هذا الوفد يمثل كل السودان، يعني معانا بيرق دروب من كسلة، شرف من القضارف، وعمنا أبسم من نيالة، نور الدين بركات من الجنينة، وكل قيادات القطاع الديني، شيخ ياسين، شيخ مبارك. قصدنا من وصولنا لهذا الورشة والسيد المكر حال بن كادوغلي وكل القيادات، أنا لا أستثني، وكل الحضور. فأنا قصدني أنه نعبر عن التنوع اللي بنعبر عنه في الطرف الثاني من الحركة الشعبية، أنه الحركة الشعبية حركة تمثل كل السودان، وقضاياها القضايا طرحتها الحركة الشعبية وتتحدث عنها لا تتحدث عن قضايا إقليمية ولا تتحدث عن جبال النوبة ولا النيل الأزرق كما يزعى الكثيرون لخندقة الحركة في هذا الموضوع. ونحن نؤكد أن الحركة الشعبية في كل السودان ورؤيتها تعبر عننا نحن كلنا، وتحالفنا ده بنعتبره بداية لتحالف سياسي جديد يعبر عن تغيير حقيقي في الحركة السياسية السودانية. أنا أود أن أشكركم مرة ثانية، وأشكر البروف دكتور محمد يوسف، وأشكر الرفاق، وأحيي الصديق الدكتور الشفيع خضر الذي حضر الآن، ونحييه بإسهاماته الكبيرة والعميقة في كثير من القضايا الوطنية، ورجل له تاريخ طويل في التواصل مع قيادات القوى السياسية ويسهم بسهم إيجابي في الفهم العام والفهم الوطني. أتشرف نيابة عن السيد جعفر المرغني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لحكومة الجنوب وللسيد القائد الرفيق سلفا كير مياردين ولكل شعب الجنوب ولكل رفقانا في النضال، ولكم التحية والتقدير، وبارك الله فيكم وامنياتنا بالتوفيق، وSPLA-WAA وعاش أبو هاشم. هذا اليوم يوم تاريخي في نضالات الشعب السوداني، يأتي بعد أيام قلائل من توقيع إعلان المبادئ بين الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وحكومة الخرطوم الانتقالية التي نعتبرها يعني أنهت معضلة كبيرة كانت يعني وقفت حجر عثرة في تقدم المفاوضات إلى الأمام والوصول إلى سلام دائم عادل وشامل. فبهذا الاتفاق، اتفاق إعلان المبادئ، نكون قد أنجزنا 60 أو أكثر في المية من اتفاق السلام الشامل، وما تبقى من الاتفاق صحيح كثيرة ولكنها سهلة، يعني لا توجد هناك نقطة أو محور قوي ممكن يعني يقوض التفاوض. فهذا إنجاز كبير، ويأتي هذا الاجتماع مواصلة لما أنتجته تلك الاتفاقية من عمل يعني
مشترك مطلوب من الطرفين للقيام بعمل مشترك، عمل شبابي، عمل وسط المرأة وفي العمل الإنساني، حتى عندما نصل إلى التوقيع سلام شامل وكامل نكون قد يعني أخذنا شوط كبير في تنفيذ الاتفاق قبل ما يتوقع. أيضا نحن على أعتاب الاحتفال بذكرى استشهاد الرفيق يوسف كوا مكي، وهو كما معلوم يعني وضع البنات الأولى والأساس لانضمام الشعب، كثير من الناس في خاصة في منطقة جبل النوب والنيل الأزرق إلى النضال المسلح. فنحن بعد يومين أو ثلاثة نحتفل بذكرى استشهاده. الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والحركة الشعبية لتحرير السودان القدر وضعهم في قمة المسؤولية، مش مسؤولية خدمة شعبي التنظيمين بل الشعب السوداني والدولة السودانية كلها، بدءا بالاتفاقية المشتركة وخاصة الاتفاق المشهور بقرن المرغني في 88، الاتفاق الذي لم يجرؤ أساسا الكبار في السودان أن يوقع عليها ما عدا المرغني ودكتور قرن. وبنفس القدر من الشجاعة ونتمنى له كل التوفيق على خطى والده القائد جعفر المرغني، وأخيه الرفيق القائد عبد العزيز آدم الحلو لمواصلة نفس النضال إلى أن يتحقق السودان الديمقراطي التي يقوم على فصل الدين عن الدولة ويقوم فقط على المواطنة. وهذا السودان الذي يقوم على المواطنة هو السودان الوحيد الذي لا يمكن أن يقسم، ستبقى سودانا موحدا. كما كرر الزعيم المرغني أطال الله عمره وحدة السودان شعبا وأرضا، ونحن شعبا وأرضا، ولذلك كون ننادي بالسودان قائم على المواطنة يلغي كل الأقاويل التي تنادي بالتقسيم السودان مرة أخرى. ولو كان في اتفاق السلام الشامل CPA كان كل الجهود كانت تصب في إقامة السودان تقوم على المواطنة، لما ذهب جنوب السودان؟ ولكن القائمين بالأمر في ذاك الوقت حكومة الجبهة الإسلامية كانت عبئة على الشعب السوداني وعبئة على الدولة السوداني وعبئة على التراب الوطني السوداني. فممكن نستفيد من هذه الأخطاء، وبرضو نستفيد من الدروس والعبر من النوايا والروح الذي عمل بها الدكتور الراحل جون غران والزعيم طال الله عمره المرغني، ونواصل بناء سودان جديد الذي نورث من خلاله جيل بعد جيل سلام واستقرار وازدهار ووئام، بدلا من أن نورث الأجيال حروب ودمار واقتتال وتشرد. بهذه الكلمات نكرر تحياتي للزعيمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وجمهور العالم كله لمناصرة قضية الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة. شكرا لكم جزيلا وشكرا لقادتنا على مالك.